اوكي، ايه اللي انت لابسه ده؟ وحشة؟ دي عجبت عالية جدا. ريلي؟ طيب تعالى اتفضل. تيسير، هو ايه اللي انت شايله ده؟ دي جواف. اصل يعني قلت ما صحش ادخل عليك اول مره وايدي فاضيه، بس والله دي زي العسل من قبل واحده. شكرا، على العموم هتفيدنا في الشوت. طيب البس دول. ايه دول؟ دي بيجاماز وسليبر. بس ده شبشب. تيسير بليز، كلمة شبشب دي بتنرفزني موت، اسمه سليبر. ماشي يا ستي سليبر، بس انت بتديني الهدوم دي ليه؟ وانا هبات هنا؟ لا طبعا، الهدوم دي الكاستمز بتاعت الشغل، يعني انت هتلبسهم وانا بصورك. يا نهار اسود، لا لا لا، انت عايزاني اقلع البدله الشيك دي واتصور ببيجامه؟ يا تيسير، الشاب المصري الاصيل وهو قاعد في بيته بيبقى لابس ايه؟ مش بيبقى لابس بيجامه؟ لا، هو لو اصيل اصيل ما بيبقاش لابس بيجامه، بيبقى لابس فانيلا حمالات ولا مؤاخذه ال فانيلا حمالات. فانيلا حمالات؟ فانيلا حمالية فين؟ فانيلا حمالات دلوقتي؟ ما انا لابس واحده من تحت. اقلع يا تيسير. ايه؟